جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: أختكم في الله أخت الشهيد، تقول: كنا مجموعة طالبات في سكن الطالبات، وكنا نصلي صلاة التهجد جماعة، حيث نتفق على ساعة معينة في الليل في الواحدة مثلا ونجتمع، وسبب اجتماعنا حتى يكون أنشط لنا، فوجهونا حول هذا العمل جزاكم الله خيرا. التزام هذا العمل لا يجوز، لا يجوز التزام الاجتماع لصلاة التهجد بالليل إلا في رمضان، في رمضان لا بأس بذلك، لأن هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد صلى بأصحابه ليالي من رمضان. وأما التزام هذا في غير رمضان فإنه يعتبر بدعة، لأن هذا لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل أصحابه والقرون المفضلة. ولو عمل بعض المرات من غير التزام فلا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا صلاة النافلة جماعة من غير التزام لذلك ومداومة عليه، فإذا فعل بعض المرات فلا مانع، أما المداومة عليه واتخاذه عادة فهذا لا يجوز. نعم.